أو استعداد لحظات رفعت الراية تندفع على بركة الله. خامس أشواط الحفل الخامس عشر من علامة الألفين متر، شوط مخصص لخيل المستورد عمر ثلاث سنوات فأكثر، مفتوح الدرجات والانطلاقة جماعية في هذا الشوط. نشاهدون الانطلاقة بطيئة نوعا ما، تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية والانطلاقة تبدأ مع توتال ستار الحصان الأزرق بن بوفيتال مع مقرن الضبيب يقود صدارة شوط الخيالة، فيما المحاولات للحاق من الفرس الوحيدة في هذا الشوط فاستنت سبين ابنة فاستنت روك مع مسعود العتيبي. ونشاهد هنا توتال ستار يطير بالمركز الأول ينطلق إلى الصدارة قائدا للسباق متصدرا منذ البداية وبفارق كبير من الأطوال عن منافسيه في المركز الثاني. فاستنت سبين في المركز الثاني وثالثا على ما يبدو كوميند بن بوفيتال مع عبد الله المساعد يحاول التقدم، فيما المركز الرابع لإلكشن دي بن انفيسبل سبريت مع فهد الفريدي يحاول في المثيمة خامس المراكز. وشاهد هنا هوريكان بن هوريكان كات احدى الاسماء المرشحة مشعل المزيد يأتي يحاول التقدم، وكذلك ستون كتر الحصان الازرق البالغ من العمر سبع سنوات بن ماستر كرافتسمان مع احمد الطيار يحاول التقدم، هو ايضا احدى الاسماء المرشحة. فيما اشاهد لا زال توتال ستار بن بوفيتال يقود الصدارة، الفرس الوحيدة في هذا الشوط نونا فراش ممر بن دباو المرشح ايضا هو الاخر مرشح ينتزع الصدارة مع المنعطف الاخير. وخامس اشواط الحفل الخامس عشر ابن العالم دباو الى الصدارة والمركز الاول يحاول توسيع الفارق، علي الميمون المبدع يستحث على الهروب اكثر واكثر، فلاش يستجيب يوسع الفارق ويبتعد للصدارة والمركز الاول والانتصار العاشر لفلاش ممري. ما شاء الله تبارك الله، الف مبروك يا عبد الله علي جريد المطيري، فوز فلاش ممري في هذا الشوط.